السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هذه الأكلة اللذيذة، البنات، البطاطا مشوية في الفران معمرة بطريقة ديال الأتراك، زوينة غزالة ما تشبعوش منها. كنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله، وتبعوا الفيديو حتى الاخير وما تنساونيش من البارتاج ومن لي لايك. هنا البنات عندي البطاطا، غادي نبداو اول حاجه كناخذ البطاطا البنات كنغسلوها مزيان من التراب، ها نتوما كتغسل مزيان هكا وكنشفوها، كتنشفوها ملي كتغسلوها كتنشفوها من داك الماء. المهم حكوها مزيان مزيان. انا نوريكم البطاطا اللي استعملت، هذه اللي كتكون فيها كيكون فيها التراب، شفتوها؟ هذه هي اللي درتها، هي اللي كتكون زوينه، راه كتباع البنات هنايا. كناخذها في كرون فري، صافي كنشفوها من داك الماء وغادي نشدوها. نوريكم شنو ديروا لها، كتجي رائعه البنات هاد الاكله هادي، ودغيا كتوجد وبنينه كيموتوا عليها الوليدات الصغار. كتاخذوا واحد الموس كتحاولوا تقبوها هكا غير شويه هكا هاشي تقيبات هكا دغيا، هادي معرفتش تقبتها ولا لا. صافي كنكونو موجدين شويه ديال الزيت هنايا، كناخذوهم كندهنوهم بشويه ديال الزيت بحال هكا، اي شويه هكا. كل وحده دهناها بالزيت كنديروها في بابي الومنيوم. انا غنوريكم البنات الطريقه باش ما يجيش الفيديو طويل، نوريكم وحيده صافي ومن بعد نكمل. هاد البابي الومنيوم عرفتش مالو كيقول لك كيدير ليا هنايا الوسط وكيتقطع. كتاخذوا هاد الطرف ديال البابي الومنيوم كتحطوا وسط منه، هبطوا كتحطوا وسط منه ديك البيطه وكتلويوها هكا بحال هكا باش كنحطوها كتشوى في الفران. صافي نفس الشيء عاوتاني غادي ندير ليهم كاملين. كنجيب بابي الومنيوم كناخذ البيطه ديالي كندهنها هكا بشويه ديال الزبيده غير هكا خفيفه، حد الدهنة خفيفة هكا بشوية الزويته. صافي كنلويها هكا في طاسة ألومنيوم وكناخذهم كنحطهم في الطاوة كندخلهم الفران شاعل الفوق والتحت على 180 حتى 200 درجة، كتخليوهم واحد ساعة حتى لساعة وربع ساعة ونص على حساب النوعية ديال البطاطا، راه ما كتاخذش وقت بزاف. الماكسيموم ساعة وربع كيكونوا طابوا، كتحلوهم كتلقاوهم كتلقاو البطاطا رطبة صافي كتعرفوها طابت، كديروا لها كتلقاوها رطبه. صافي دابا غادي نحط من الفيطه بالفران وندوزو باش نوجدو باش غادي نعمروه. هنا البنات بالنسبه للحشوه باش غادي نعمروا هاد البطاطا ملي غادي تطيب، هي اختياريه، تقدروا ديروا اي حاجه عندكم. هنا انا قطعت شويه ديال المطيشه، ها هي كيف ما كتشوفوا رقيقه، خيزو حكيته رقيق. هنا عندي شويه الزيتون باش غادي نزوق، عندي هنا شويه لافوكا، عندي واحد البصيله صغيره درتها هكا مشنفه، الخس قطعته حتى هو رقيق، عندي هنا صدر ديال الدجاج غادي ناخذو غنقطعو رقيق وغادي نشحرو مع شويه ديال العطريه ديال الشاورما. تقدروا البنات ديروا غير الطون ولا الكفته تشحروها هكاك، غير ديروها هكاك تفرتوها وتشحروها مع مليحه وشويه البزار. صافي هادشي اللي كيكون يعني ساهل ماهل. ومن بعد البطاطا ملي غطيب غتشوفوا باش غادي نشدها غنحلها غندير لها بالزبيده وشويه الفرماج. انا دابا غادي نكمل معاكم، غندوز نقطع هذا نشحرو هاد الصدر ديال الدجاج، ومن بعد غادي نكمل معاكم ان شاء الله ملي طيب البطاطا باش نشوفوا باقي زعما المكونات باش غادي نحضروا. ساهله البنات، ديروا اي خضره عندكم، الخضره اللي تيبغوا وليداتكم، باربا ديروا، الخيار ديروا، المايس ديروا، اي حاجه بغيتوا تعمروها تقدروا تعمروها غير هكا بشلاضه ومطيشه وبصيله وشويه المايس شويه الزيتون شويه الطون، كتجي رائعه. هنايا البنات شحرت واحد شويه الكفته كانت عندي في الثلاجه، وشحرت داك الدجاج مع العطريات الشاورما وشويه الثومه غبره ومليحه والابزار. هاي البنات هنايا البطاطا ديالي كيف ما كتشوفوا من بعد ما كطيب، ها نتوما راه كديروا لها هكا كتلقاو رطبه. صافي صافي دغيا راه طابت، كناخذها وهي سخونه البنات، خاصكم هادشي ديروه وهي سخونه. ها نتوما
وهي هكا طيبه كتحلوها هكا ياكو. وغتشدوها تاخذوا واحد المعلقه غادي ديروا لها هكا. ويا اختي شحال سخونه طيبه. المهم كتكونوا مجدين حداكم الزبده والبزار ومليحه. صافي هنا البنات كدردروا عليها شويه مليحه حيت ما فيهاش الملحه، وكديروا شويه ديال البزيره غير شويه هكا، وكنديروا واحد المعلقه ديال الزبيده. مع هي سخونه هانتوما صافي كتحاولوا تبقاو ديروا هكا كتخلطوا ديك الزبيده ومع المليحه والبزار مع ديك البطاطا بحال هكا. نقول لكم الطريقه في الوحيده وغتكملوها في باقي البطاطا. البطاطا كديروا على حسب عدد الاشخاص شحال عندكم هكا. وغادي نزيد الفرماج محكوك البنات، ضروري فرماج محكوك. هاهو غادي انا درت هذا خوا فرماج، ثم ديروا اي فرماج عندكم. الفرماج راه هو تيبنانها بزاف، الشرا تيدوب معايا كتكون سخونه هكا كيدوب. صافي هانتوما تحاولوا تحيدوا كاع هذيك البطاطا كامله كتبعصوها في الوسط صافي، وكتكبروها هكا كتشتوها هكا. وغادي نبداو دابا نديرو في الحشوه صافي قطعتها هانتوما البنات. هنايا غادي نبدا ندير انا هنا البنات درت شويه ديال الكفته هي كانت عندي في الثلاجه، غادي نحط هكا شويه ديال الكفته، غادي نحط شويه ديال الدجاج، غنحط شويه من هذاك خيزو هكا، غادي ندير شويه مطيشه. المهم كتبقاو تحطوا اللي بغيتوا، اي حاجه كتشهوها كتحطوها هكا من الفوق وكتزوقوا. وندير شويه بصيله هكا شرائح رقاق حتى هما كتعطيهم بنه زوينه. تقدروا ديروا موتزاريلا، فرماج فيتا الا عندكم، اي حاجه بغيتوا اي حاجه بغيتوها ولا كتشهاوها كديروها. نزوقوا بزويتنات هكا خضرين وكحلين صافي. وغادي نجي من الفوق وغادي ندير خطيطات بالمايونيز الكاتشاب الحار اللي بغيتو. هانتوما كيف كتجي، نكمل البنات ونوريكم. صافي البنات هانتوما كيف ما شفتو درت خطيطات بداك الحار بالكاتشاب هذا المايونيز. ديروا اي صوص كتبغيو، اللي كيبغي هاد لاصوص ماروكان حتى هي يديرها، كتكون تاهي شويه حاره زوينه. المهم ديروا اي حاجه، ها هي كتقدم هكا كتكال بالمعلقه البنات كتجي رائعه. ما تشبعوش منها البنات، والله ما تشبعوا منها. انا غنكمل البطاطا ديالي كلها اللي عندي نوريها لكم في طبق التقديم. هاي البنات البطاطا ديالي من بعد ما كملتها كامله كيف ما كتشوفوا كتجي رائعه، كتجي غزاله البنات. ديروا اي حاجه بغيتوا، هادو راه صوبتهم درت فيها غير الكفته ولا سميتو والدجاج. الولدي الصغير ما تيبغي ليا لا خص لا خضره لا والو، فتقدروا ديروها كيف ما بغيتوا البنات باي خضره عندكم، غير الطون غير بصيله والطون ومطيشه والزيتون، كتاكلوها كتجي فنه كتجي فنه ما تشبعوش منها. كنتمنى تجربوها وتعجبكم وتعجب وليداتكم، وتخليوا لي التعليقات ديالكم باللي راكم جربتوها، وما تنساونيش من بارطاج البنات، وما تنساونيش من صالح الدعاء. والى وصفه قادمه باذن الله، بسلام عليكم.